أعزائي المشاهدين، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، دخول الصلفات، هذا الدخول المهيب، دخول أنيق بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، دخول هذه المنقية للحصول على سيف الملك. تشاهدون دخول فخم، دخول هو الآخر، دخول قوي لمالك آخر، لمالك أيضا لديه رصيد من الإنجازات، وعندما شاء الله تبارك الرحمن العديد من الفرديات اللي تحقق إنجازات، واللي إن شاء الله راح نتمنى التوفيق للمالك المملوك لأسرة المالك، واللي نتمنى التوفيق للمشارك راشد بن طالب بن راشد المري. في ترقب، في حذر، تريد أن تحقق رقم، تريد أن تفوز، تريد السيف وعينها على السيف، نتمنى التوفيق. وسلالة مسربلان الفصام، سلالتين جميلتين جدا نشوفها في هالمنقية، اللي نتمنى التوفيق للمالك فرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري. عزز طبعا المالك فرج ابن عجيان ابن فرج الدوسري المنقية التوفيق، مصورنا المبدع طالب ابن سالم ابن طالب المري، بنات عيدان متساوية تندق وجل، وهي من سلالات متعددة، حصل على النسخة في النسخة الرابعة على المركز التاسع في شلفة ولي العهد. واليوم للمالك فرج ابن هادي ابن فرج المري، متساوية بين دق وجل، اختارها نسقها، جاب الزين جاب الحلا، حطها الآن أمام لجنة التحكيم فرج ابن هادي ابن فرج. وما شاء الله نشوف ونسمع هتافات الجمهور. الآن دخول منقية حنظل ابن سالم ابن عضيب المري، حنظل ابن سالم ابن عضيب المري، وصفقوا له يا جمهوره، يستاهل صفقة حنظل ابن سالم ابن عضيب المري في عفاسات اللي جابها واللي استعد للمهرجان مع مالك آخر، مع مالك يريد أيضا أن يحقق اللقب، مشارك من المشاركين ضبيعي ابن عبد الله ابن ضبيعي المنهالي. المرعبات تحضر الآن، المرعبات بكل قوة، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، هذا الدخول الجميل.